اسمي أنور. طب مش يصح تشوف شغلك بقى يا أستاذ أنور؟ حاضر يا فندم. الفنان الكبير أنور وجدي الذي ولد يوم 11 أكتوبر 1904 بحي الظاهر بالقاهرة، وتعود أصوله إلى منطقة الشام حيث كانت تعمل عائلته بتجارة الأقمشة بحلب. تلقى تعليمه الأساسي بمدارس الفريرة الفرنسية، ثم تركها للسفر إلى أمريكا للعمل بمجال الفن داخل هوليوود، إلا أن محاولاته لم تكتمل ولم يستطيع الهجرة إليها، فقرر العمل بالوسط الفني داخل مصر. بدأ مشواره الفني من خلال العمل بالمسرح، حيث التحق بفرقة المسرحية مع الفنان الكبير يوسف وهبي، ومنها انتقل إلى عدة فرق مسرحية أخرى مثل فرقة عبد الرحمن رشدي، ثم إلى الفرقة القومية التي كان يقوم بأدوار البطولة بها. كانت شهرته المسرحية من خلال عمله بالفرقة القومية التي قدم من خلالها مسرحية البندقية التي أهلته للعمل بالسينما. الساعة 9 كانت أول مرة. 9:05 أول كلمة. كان للفنان يوسف وهبي الدور الأهم في حياة أنور وجدي الفنية، حيث كان وهبي هو المدخل لأنور وجدي إلى مجال المسرح وكذلك مجال السينما، حيث قدمه في بعض الأدوار الثانوية في أفلام أولاد الذوات والدفاع. جمالها اللي انت شايفه ده مش هيدوم، صوتها الحلو ده مش هيستمر، اسمها اللي بيدوي في كل مكان هيجي عليه يوم ويتنسي، الأضواء اللي حواليها دي هتنطفي، هتبص تلاقي نفسها وحيدة دليلة تدور على أي مخلوق جنبها مش هتلاقي، وتأكد إنك أنت أول مخلوق هيتخلى عنها، لأنك هتروح تدور على واحدة تانية تشهرها زي ما شعرتها. مع أربعينيات القرن الماضي أصبح اسم أنور وجدي من أشهر نجوم التمثيل في الوسط الفني، حيث بدأ في تقديم أدوار الأثرياء والشباب المستهتر، وقد أهله لهذه الأدوار وسامته ولغته الفرنسية المتقنة. مفيش داعي تطلب البوليس، ما تخافيش أنا صلاح. دخلت هنا ازاي وجاي عايز ايه؟ جاي ادور في اوراق يحيى على اي دليل يثبت لي شخصيه النمر. يحيى سلمك كل الاوراق اللي عنده. للاسف الاوراق راحت مني في ليلتها. راحت يا خد. ارجوك يا هدى، ارجوك ساعديني علشان انتقمك ليحيى المسكين. أسس أنور وجدي شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السينمائي عام 1945، وقدم من خلالها نحو 20 فيلم، من أشهرها سلسلة الأفلام التي قام ببطولتها مع ليلى مراد. تحب أعمل لك شيء يا أستاذ أنور؟ متشكر، تحب أساعدك في حاجة؟ أقشر لك بطاطس، أخرط لك بصل، أعصر لك قوطة، أخرط لك ملوخية. اشترك أنور وجدي في 6 أفلام من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي العزيمة وغزل البنات وريا وسكينة وأمير الانتقام والوحش وغرام وانتقام، كان بطلا في 4 أفلام منها. قام بالتأليف والإخراج والإنتاج إلى جانب التمثيل، حيث قام بكتابة قصة وسيناريو وحوار العديد من الأفلام، وصلت إلى ما يقرب من 15 فيلم، كما قام بإخراج بعضها وإنتاجه من خلال شركته. تزوج أنور وجدي 3 مرات، من إلهام حسين وليلى مراد وليلى فوزي، ولم ينجب أولاد. تخطى رصيده السينمائي 70 عملاً ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج. توفى الفنان أنور وجدي بدولة السويد أثناء رحلة علاجية من مرض الكلى متعددة الكيسات الذي كان يعاني منه، وقد كانت بصحبته الفنانة ليلى فوزي زوجته.